بعثة صحية كوبية إلى ولاية غردايا تعبر عن ارتياحها للإمكانيات المتوفرة بالجنوب. ووفد تونسي من سوسة يحل بمدينة الجسور المعلقة في إطار التبادل الثقافي والسياحي. السلام عليكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار المحلية تأتيكم من قناة نوميديا نيوز في الجزائر. عبرت البعثة الكوبية التي حلت بغردايا عن ارتياحها الكبير للإمكانيات الصحية المتواجدة بالولاية ومن تحسن الخدمات الصحية في مستشفيات الجنوب عموما. من جهتها أكدت مصالح مستشفى قضي بكير أن السلطات وفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية للبعثة الصحية الكوبية من أجل العمل في أريحية تامة. تفاصيل أكثر في تقرير يوسف خدير. وتأتي هذه الخطوة في إطار التبادل الصحي بين الجزائر ودول العالم، حيث تمكن الفريق الطبي المشكل من 26 فردا متوزعين على عدة تخصصات في التوليد والطفولة من إجراء 868 عملية توليد منذ تنصيبهم خلال الصيف الماضي، مؤكدين أنهم سعداء لما يقدموه من رعاية صحية للمرضى الجزائريين. نتاع هذه البعثة، أعضاء البعثة الكوبية هذه راهو في حدود 26 ما بين أخصائي وما بين شبه طبي وموزعين على مختلف المصالح نتاعنا الصحية. من ضمنهم أخصائيين في جراحة التوليد، 4 أخصائيين. يعني ما يفاكمش باللي من دي الانستالاسيون دي لاريفي نتاع لا ميسيون كي بان نيفو دو ريتابليسمون. يعني هناك تحسن فيما يخص في البيئة الأمهات الوافدات هنايا، حيث في سنة 2014 يعني على سبيل المثال كانت هناك ما يقارب 808 عملية قيصرية قامت بها البعثة الكوبية بمعية طبيبين جزائريين. الدولة يعني وفرت لهم كل الوسائل اللازمة فيما يخص الإسكان، فيما يخص ليزيكيبمون يعني تجهيز السكنات نتاعهم، فيما يخص التنقلات نتاعهم، فيما يخص الأمن نتاعهم هنا على مستوى المؤسسة أو خارجها. La misión médica cubana comenzó desde 1985 cuando nuestro comandante en jefe Fidel Castro mandó 50 colaboradores. نقول بأن الدور تاعهم متخصصين يكمن دورهم في إنقاذ حياة المرضى والتكفل بهم جيدا وما إلى غير ذلك من الأمور المهمة. يعني المريض هو من أولى أولوياتهم. ويقول أنه لما جاءوا هنا من يعني لاحظوا تحسن تقلص عدد الوفيات، حالة المرضى، حتى المرضى شعروا بارتياح بقدوم هذه البعثة وأصبحوا يثقون فيهم وفي الخدمات التي يقدمونها. أما فيما يخص ظروف المعيشة وما إلى غير ذلك وظروف العمل، يقول بأنه من قبل وإلى حد الساعة حدثت تغيرات كثيرة وكلها التغيرات كانت للأحسن والأحسن والأحسن. قامت فيدرالية جمعية المجتمع المدني بقسنطينة بدعوة ممثلي المجتمع المدني لمدينة سوسة التونسية لزيارة سياحية وثقافية إلى مدينة الجسور المعلقة، وهذا في إطار الانفتاح على ثقافات البلدان الشقيقة وتعزيزا لأواصر الأخوة والصداقة بين الشعبين الجزائري والتونسي. التفاصيل في تقرير جمال دين قربوع. في إطار الانفتاح على ثقافات الدول الشقيقة وتعزيزا لأواصر المحبة والأخوة بين الشعبين الجزائري والتونسي الشقيق، قامت فيدرالية جمعيات المجتمع المدني بقسنطينة بدعوة ممثلين عن المجتمع المدني لمدينة سوسة بتونس لتعريفهم بالمدينة وضواحيها، أين اصطحبوا في جولة سياحية إلى سد ابن هارون بميلا رجوعا إلى قسنطينة وقوفا على المعالم السياحية بها كقصر الباي، المدينة القديمة تمثال الحرية، والجسور المعلقة. جولة أبهر فيها ممثلو المجتمع المدني بسوسة بجمال المدينة وسحرها. مراد البحري ممثل المجتمع المدني مدينة سوسة، احنا في زيارة عمل ان شاء الله واطلاع على مدينة قسنطينة، هذه المدينة الجميلة اللي تحتفل قريبا بافتتاح العاصمة الثقافة العربية.
احنا اليوم نمثل المجتمع المدني لمدينة سوسة اللي هي متوأمة من مدينة قسنطينة منذ سنة 83، لكن احنا حب نفعل التوأمة هذه مع المجتمع المدني. احنا جينا اليوم في هالوفد هذا اللي يضم عدة جمعيات باش اليوم نفعلوا العمل اللي لازم يكون موجود ما بين الإخوة الأشقاء في الجزائر في ظل هالاتفاقية هذه اللي تجمع جميع مكونات المجتمع المدني بكلتا المدينتين. بمناسبة زيارة وفد من سوسة من البلد تونس الشقيق، هذه الجولة تدوم 4 أيام في إطار تبادل رحب ربي إن شاء الله. كان أول لقاء في شهر نوفمبر الفارط، وين كان لنا الشرف أن تلاقينا بالإخوة ممثلين المجتمع المدني مدينة سوسة، وإحنا كفيدرالية جمعية المجتمع المدني ولاية قسنطينة. كانت لنا حوارات على هامش زيارة لهم إلى مدينة قسنطينة، نظموا أسبوع ثقافي لمدينة سوسة بمدينة قسنطينة في الأشهر القريبة القادمة إن شاء الله، راح نلصقوا مع السلطات وعلى رأسهم بلدية قسنطينة إن شاء الله. لتبقى مثل هذه المبادرات تعكس الدور الحقيقي للمجتمع المدني تعزيزا لأواصر الأخوة مع الشعوب الشقيقة وترقية للسياحة بعاصمة الثقافة العربية. قامت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية عنبة سمحت لها بالاطلاع ميدانيا على الوضعية العامة لقطاعها، كما قدمت بالمناسبة جملة من التوجيهات لتدارك التأخر الذي عرفه الموسم الدراسي الحالي. التقرير للزميلة سمح قددرة من عنبة. زيارة وزيرة التربية الوطنية لولاية عنبة والتي تزامنت مع عودة التلاميذ إلى المدارس لمواصلة الفصل الثالث والأخير من السنة الدراسية استهلتها بالتوجه إلى منطقة الكاليتوسا ببلدية بالرحال، أين اطلعت على جملة من المشاريع التربوية قيد الإنجاز موجهة إلى أطوار التعليم الثلاث. وفي عين المكان أبدت الوزيرة إعجابها بتقدم وتيرة الأشغال وتسارعها، كما عبرت عن ارتياحها للنمط المعماري الأنيق لهذه المؤسسات المنجزة من طرف شركة صينية. الهدف في هذه الزيارة هي تحضير الدخول المدرسي 2015 و2016. اولا دونك زرنا ثلاث دائرات بالرحال البني وهنا في عنبة، ورأينا باللي كاين حقيقة ضغط فيما خص بعض المؤسسات، ولاحظنا ان اللي في بعض البلديات غادي يكون حركة السكان، وموجود الان مؤسسات كما الابتدائي المتوسط والثانوي. وعلى كل حال راه كاين كذلك مشاريع اخرى اللي غادي تتخطط باش الضغط اللي هو موجود على المستوى ولايه عنابة في القطاع التربيه يقل. زيارة وزيرة التربية الوطنية الأولى لولاية عنبة منذ توليها هذا المنصب حملت عدة رسائل مشفرة موجهة بالأساس إلى المتعاملين مع القطاع التربوي من أولياء وشركاء اجتماعيين، صبت في مجملها حول العمل الجماعي من أجل إنقاذ هذا الموسم الدراسي الذي شهد توقفا طويلا أثر دون شك على الجميع. نظمت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية ميلا بدار الثقافة مبارك الميلي ملتقا حول العلامة الشيخ إدريس محمد عبدو بحضور لدكاترة وأساتذة في علم الفقه والعقيدة وطلبة، وذلك إحياء للذكرى السنوية الأولى لوفاته. التفاصيل في التقرير التالي. نظمت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية ميلا الملتقى الوطني حول العلامة الشيخ إدريس عبدو بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاته بحضور لدكاترة وأساتذة مختصين في الفقه والعقيدة وطلبة بدار الثقافة مبارك الميلي، أين تم تسليط الضوء على الثقافة الاجتماعية في شخصية الشيخ إدريس عبدو ومكانته العلمية من خلال مؤلفاته وقوفا على منهج الفتوى عنده وتوجهه في مسائل الإفتاء، انتهاء باستئناف الفهم المقاصدي عند الشيخ إدريس عبدو رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي هذا الملتقى لإحياء الذكرى الأولى لوفاة الشيخ العلامة محمد إدريس عبدو رحمه الله، متضمنا هذا الملتقى فقرات
عديدة تتضمن حياة الشيخ محمد إدريس عبده، سواء مرحلة الميلاد وسواء مرحلة التحصيل وسواء مرحلة العطاء والتدريس هنا بالجزائر. يعد الشيخ محمد إدريس عبده عالما من أعلام الجزائر في الوقت الحالي، وقد ولد في أثيوبيا في أرض الحبشة، ثم انتقل بعد ذلك إلى الأزهر الشريف لمواصلة دراساته، وقد توجت هذه الدراسة بتحصيل علمي غزير، توج وكرم إثر هذا التحصيل لأنه كان الأول على دفعته من طرف الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر، ثم جاء إلى الجزائر في بعثة أزهرية سنة 1969 أين درس بمدينة قسنطينة في معاهدها وفي ثانوياتها وفي جامعة الأمير عبد القادر، ثم استقر به المقام في مدينة تلاغما وذلك لمدة 20 سنة مدرسا بالمعهد الإسلامي للإطارات الدينية ومدرسا أيضا متعاونا في جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية. فخلال مسيرة تزيد عن 77 عقود ونيف، بدأها من مسقط رأسه بإثيوبيا حيث نهل هناك من مختلف العلوم على يد عمه العالم أيضا في ذلك الوقت، انتقالا إلى مصر جامع الأزهر القاهرة حيث عمق من معارفه وعلومه على يد كبار العلماء في ذلك الوقت، ووصولا إلى الجزائر التي حبها واستقر بها وربى بها الأجيال وأعطى بكل ما يملك من قوة ولم يدخر أي جهد من أجل تربية النشأ والأئمة والعلماء الذين تخرجوا على يده، والحمد لله رب العالمين. ليبقى الفقيه الأزهري الجزائري مربي الأجيال العلامة إدريس عبده حيا في ذاكرة كل طالب علم رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه. نختم نشرتنا بالرياضة، حيث لا زالت ولاية البيض تحتضن فعاليات البطولة الوطنية للكاراتيدو بمشاركة 37 ولاية وأكثر من 1000 متنافس، وشكلت البطولة فرصة للرياضيين لتحسين المستوى وتبادل المهارات التي تعرف بها هذه الرياضة. تفاصيل أوفى في تقرير يوسف خدير. انطلقت بالبيض فعالية البطولة الوطنية للكاراتيدو صنف براعم إناث وذكور، وذلك بإشراف الأمين العام نيابة عن والي الولاية رفقة رئيس الفيدرالية الجزائرية للكاراتيدو السيد بن عثمان فاتح، الذي أبرز في كلمته دور الرياضة في الرفع من القدرات البدنية والمعنوية، داع في نفس الوقت المدربين والرياضيين إلى إعادة هيبة الكاراتي من جديد واسترجاع مكانتها في المحافل الدولية. أطلب من كل المدربين ومن كل الرياضيين أن تتوافق مجهوداتهم من أجل إعادة هيبة الكاراتي من جديد، وحظ موفق للجميع وبارك الله فيكم. ويشارك في هذه التظاهرة الرياضية التي تحتضنها القاعة المتعددة الرياضات بوفال البشير وسط المدينة أكثر من 1064 مشارك من 37 ولاية وبتحكيم 41 حكما فيدراليا وطنيا. كان عندنا الشرف أننا نحتضن أول بطولة وطنية رسمية من بعد انتخاب المكتب الفيدرالي للرابطة الاتحادية الجزائرية الكاراتي، والحمد لله ثقوا فينا المكتب الجديد للفيدرالية وعطونا هذه الفرصة باش تكون خبرة ثاني للفريق تاع الرابطة اللي أثبت الحمد لله لحد الآن نجاعة في التحضير. بلغ عدد الولايات المشاركة لحد الصباح أكثر من 34 ولاية. العدد المشاركين بالأمس كانت إيواء أكثر من 450 مشارك، اللي الرياضيين يكونوا يتجاوزوا 300 رياضي في الصنف الأصغر للذكور والإناث. ختام جولتنا الإخبارية وتابعتم فيها. بعثة صحية كوبية إلى ولاية غردايا تعبر عن ارتياحها للإمكانيات المتوفرة بالجنوب. ووفد تونسي من سوسة حل بمدينة الجسور المعلقة في إطار التبادل الثقافي والسياحي. ختام النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله.